يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تفسير السيوطي الدر المنثور تفسير الشوكاني فتح القدير يعتبران تفسيران الدر المنثور ما هم من السيوطي؟ هذا السيوطي جمع الآثار الواردة في تفسير القرآن من الأحاديث وأقوال السلف، فهو التفسير فهو كتاب جيد هم من عنده، إنما جمع الماثورات في التفسير، فهو مدونة عظيمة في تفسير القرآن، هذا شيء جيد. والثاني تفسير الشوكاني فتح القدير. تفسير الشوكاني نعم، يقول بين الرواية والدراية، الرواية والدراية، الرواية هذا صح، أما الدراية هذه محل نظر، لكن هو قصده والله أعلم الدراية اللي هي مقتضى اللغة العربية، لأن من وجوه التفسير إذا لم يوجد تفسير بالحديث ولا بقول الصحابي ولا بقول التابعي، أنه يفسر باللغة التي نزل فيها، التي نزل بها وهي اللغة العربية. نعم.